برنامج بورتفوليو يأتيكم برعاية بيرمال لينكولن وميريل لينش. أهلا بكم في بورتفوليو. أنا دينا سالم ومعي طارق الحفار النائب الأول لرئيس قسم الاستثمارات في ميريل لينش لندن. أهلا بك يا طارق. أهلا بك دينا. ومشاهدينا الكرام، سنلقي الضوء اليوم على أسواق الأسهم واتجاهات الاستثمار فيها. وكما أشرنا في الأسبوع الماضي، فإن السهم يمثل ملكية في شركة، وشراء أي منا لأسهم في شركة ما يجعلنا أصحاب حصة وحق فيها. وهناك أنواع مختلفة من الأسهم، منها الأسهم العامة وأيضا أسهم الأفضلية أو البريفيرد، والفرق بينهما يكون عادة في عملية توزيع الأرباح. طارق، دعنا نبدأ أولا بتوضيح الاختلاف في مسألة توزيع الأرباح إذا كنت أمتلك أسهما عادية مقابل أسهم أفضلية. نعم، أصحاب أسهم الأفضلية دينا لديهم الأولوية أو الأفضلية عند توزيع الأرباح، حتى أنهم يحصلون على عائد سنوي ثابت في بعض الأحيان. إذا أفلست شركة ما، يتم بيع أصولها وتسهيلها. أولا يتم تسديد أموال الدائنين، أي أموال أصحاب السندات، ومن ثم حملة أسهم الأفضلية. فإذا كنت تحملين سهم عادي، يعني أنك آخر من سيقبض ماله مما تبقى، يعني الفتات. طيب، الشخص الذي يمتلك أسهم له الحق نظريا في المشاركة في الإدارة، أم أن الأمر يرتبط أيضا بنسبة الأسهم التي يمتلكها؟ نهائيا الحقوق متساوية لحملة الأسهم الصغار والكبار، وهي تتمثل في شهادة سهم ستوك سيرتيفيكت، حق التصويت أو الفوتينج رايتس، وحق المراقبة أو رايت اوف انسبكشن. هذا عن الحقوق، ماذا عن واجبات الشركة تجاه حملة الأسهم؟ واجبات الشركة تختلف بحسب البلد حيث السهم مدرج، لكن في الغالب الشركات تقدم ميزانيات مدققة وتحيط المساهمين علما باستراتيجياتها. كمان اليوم الشركات مطالبة بممارسة شيء يعرف بآليات الضبط الذاتية الداخلية للتأكيد على سلامة وشفافية العمل. حملة الأسهم لديهم أيضا الحق في التصويت على قرارات هامة مثل قرارات رفع رأس المال، ما أبرز الأساليب المتبعة في هذا الشأن؟ الأساليب هي إما عبر الاستدانة أو عن طريق طرح أسهم للبيع، يعني debt financing or equity financing. سنناقش خلال الحلقة المقبلة التمويل عبر الاستدانة أو debt financing. دعنا نركز اليوم على كيفية طرح أسهم للبيع في الأسواق. أوكي. الإكويتي فاينانسينج أنواع، أبرزها الانيشال بابليك أوفرينج، يعني طرح أسهم للعامة للاكتتاب فيها. لكن إلى جانب الاي بي او هنالك ما يعرف بريجستر سكندري أوفرينج، وأيضا هنالك الكومبايند أوفرينج. الفارق بين آخر اثنين في توزيع الأموال المحصلة، يعني في السكندري يبيع المساهمون أسهم للعامة ويحصلون على المبالغ المدفوعة. أما في حالة الكومبايند فإن المدخول يوزع بين المصدر للآي بي أو والمساهمين. بما أنك تتحدث عن الآي بي أوز، يعني كلما نسمع عن التحضير لأي إصدار جديد تكون هناك عادة حملة تسويقية تسبق هذا الحدث، ما المراحل الأخرى التي ترتبط بعملية الإصدارات الجديدة؟ البروسيس يتكون من 4 مراحل. حملة التسويق أي ما يعرف بالروتشو، بعدها يتحدث سعر السهم، من ثم ينفتح باب الاكتتاب ويضع المستثمرين طلباتهم. بعد انتهاء فترة وضع العروض يتحدد السعر النهائي، بتوضع بالاعتبار عدة عوامل أهمها العرض والطلب. طبعا يكون الاكتتاب ناجحا لما تغطي طلبات شراء كافة الأسهم المعروضة للبيع. لكن في كثير من الأحيان طارق، لا يحصل المستثمرون على عدد الأسهم المطلوبة أصلا نظرا لزيادة طلبات الاكتتاب عن المعروض. هذا طبعا عادة يكون مؤشرا لنجاح الآي بي أو. تحديدا هذا سيكون موضوع تقريرنا التالي، فقد شهدت منطقة الخليج معدلات نمو مرتفعة في عدد الإصدارات الجديدة عام 2004، وهو ما شكل الخلفية الصلبة لازدهار غير مسبوق في أسواق الأسهم، كذا تحول إلى حمى كلما طرحت أسهم شركة جديدة للاكتتاب. أكثر من 8 ملايين مواطن سعودي، أي أكثر من نصف سكان المملكة، تقدموا للاكتتاب في أحدث إصدار شهدته سوق المال هناك، إصدار بنك البلاد. شجعهم على ذلك النجاح منقطع النظير الذي حققته إصدارات سابقة. أواخر العام 2004 سهم شركة اتحاد اتصالات طرح للاكتتاب ب50 ريالا للسهم، ليبدأ التداول به في يومه الأول ب300 ريال. الاستثمار في سوق الأسهم استثمار سهل، هو أسهل استثمار ممكن.
كان هناك منافسة للاستثمار في سوق الأسهم وهي الفوائد البنكية، وخرجت الفوائد البنكية من المنافسة. ارتفاع أسعار النفط كان المحرك الأساسي لهذا الازدهار عبر السيولة الفائضة التي وفرها، والتي خفض غلاء اليورو شهيتها للاستثمار في أوروبا، فيما أبعدتها مخاوف عالم ما بعد 11 سبتمبر عن أمريكا. سبتمبر 11 هو كان يوم التحول في توجه الاستثمارات من الدول الغربية إلى الوطن. دخول المصارف على الخط عبر تمويل الاكتتاب في الإصدارات دفع بالكثير من المستثمرين بمن فيهم صغارهم لتوجيه كل ودائعهم، إضافة إلى قروض بأضعاف قيمتها إلى سوق الأسهم. العام المنصرم شهد نموا معدله حوالي 50% في أسواق الخليج العربي مجتمعة، فيما تجاوزت قيمة رأس المال المستقطب من خلال الإصدارات الجديدة 3 مليارات دولار. الطلب على الاكتتاب في الدار العقارية في أبوظبي حقق رقما قياسيا حين جاء 453 ضعفا للطرح المعروض. تم الاكتتاب فيها بدرهم، وبعد ما انتهى الاكتتاب بيعت مثل الدرهم و90 فلس، يعني بحوالي 4 دراهم، 4 أضعاف. وتترقب الأسواق أكثر من 10 إصدارات يتوقع أن تستكمل مع نهاية الربع الثاني من العام 2005. إذن الإقبال كان مذهلا العام الماضي. طارق، هل يمكن أن تقرب لنا صورة ما يحدث داخل البورصة؟ يعني كيف يتم إدراج الأسهم والتجار به؟ سوق الأسهم هي مزادات يلتقي فيها الباعة والمشترون. الذي يحصل أنه يلتقي على هذه البورصة أعلى سعر طلب شراء وأقل سعر مطلوب للبيع، يعني بلغة سوق البدن أسك. ينوب عن المستثمر العميل، والبورصة ممكن أن تتكون من الإلكترونيك بلاتفورم والفيزيكال بلاتفورم. بالنتيجة البورصة هي الموقع الذي يتم فيه الصفقات، سواء كان مكان حقيقي أو افتراضي. عندك بحالة نيويورك ستوك اكشينج مثلا، صالة بمبنى فيها عمليات التداول، تلاقي السوق يفتح بضرب الجرس، ترين العملاء يتمشون من أطراف القاعة الكبيرة للملاقاة أثناء البيع والشراء. لكن الاتجاه الآن هو نحو الأسواق الإلكترونية كما في النازداك، الفرانكفورت ستوك اكشينج. هناك المتداولون لا يجمعهم مكان أو مبنى، ولا توجد صالة تداول، إنما كلهم يتواصلون عبر شبكة إلكترونية تصل الشركات بعضها البعض. طيب إلى أي جهة تعود ملكية البورصات؟ هل تعود للقطاع الحكومي أم للقطاع الخاص؟ كل بورصة لها هيكلية ملكية مختلفة. مثلا نيويورك ستوك اكشين هي شركة لا تتوخر ربح، يملكها 1366 عضوا، عندهم بالمقابل مقاعد بمجلس الإدارة. لكن النازداك هي شركة تجارية تسعى للربح، أسهمها تتداول بين المستثمرين على السوق كأي شركة عادية. إذن هنا ناسداك تأخذ تماما شكل الشركات العادية. أكيد البورصات في العالم بتختلف من حيث الحجم اختلافا كبيرا، هناك الأسواق الأكثر تطورا في مقابل الأسواق الناشئة. هل فجوة حجم الأعمال بينهما كبيرة؟ طبعا أسواق مثل النازداك وطوكيو وهونغ كونغ تسجل بالطبع أرقام أعلى بكثير من الأسواق الناشئة. عندك مثلا على النازداك شهريا يتم تداول أسهم بمعدل قيمتها 355.5